ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الحق بالحق والخاتم لما سبق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقتدره العظيم. نبدا الفيديو على بركه الله. ازيكم حبايب قلبي، حبايب قناه المراه العربيه للتجميل والصحه. النهارده الفيديو بشكل مختلف، مش هعمل لكم وصفات، هقول لكم بعض معلومات تفيدكم وتفيد اولادكم. طبعا اكتر حاجه عندنا لما بيكون عندنا طفل صغير بنبقى مش عارفين نتعامل مع شعره ازاي. الموضوع بالنسبة لنا طبعا اول سنة ما ينفعش نحط اي حاجة على شعر اطفالنا، فبالتالي ثواني يا كوكي، فبالتالي ما فين نعمل ايه. انا هجيب لكم الوصفة والزيت دوت مع زيت كمان الروزماري، بس انا يعني ما لسه ما استخدمتهوش، بس عشان انا هقول لكم الخطوات كلها في فيديو واحد وهكو كمان بالتجربة العملية. الفيديو ده شوفوا النهاردة احنا يعني على داخلين على شهر رمضان المبارك، كل سنة وانتو حضراتكم طيبين، وهوريكم شعر بنتي ان شاء الله بإذن الله في العيد، يبقى عدى 30 يوم بالظبط على استخدام الحاجات ديت. هنبدأ في الفيديو عشان ما طولش عليكم. طبعا احنا كلنا عندنا الاطفال هنا زي ما انتو شايفين حضراتكم، الفرق ده بيبقى فيه اطفال الشعر بتاعها خفيف هنا وخفيف هنا. انا كنت منزلة لبنتي صورة وهي سنها صغير، فانا كنت استخدمت لها الاسبري ده، وهحط لكم اللينك بتاعه انا عاملاه معاكم في القناة، هحط لكم اللينك في الفيديو ده. بس اهم حاجة نتأكد ان اطفالنا في فيتامين دال، ما عندهمش نقص في الكالسيوم، ما عندهمش انيميا، وبعد كده نستخدم لهم الوصفة دي على بركة الله، هتجيب معاهم نتيجة حلوة جدا، هتطول شعرهم وهتقل شعرهم. اول حاجه هي هتمشي الروتين ده هيمشي في ثلاث خطوات سهلين وبساط جدا. اول خطوه طبعا احنا كلنا عارفين الاطفال الصغيره بيبقى شعرها هايش، لما بنحب نسرح لها بناخدها نبل شعرها تحت الحوض. لا، مش هنعمل كل الكلام ده، احنا السبري دوت بس يعني عشان الاطفال نقلل الكركديه عشان الضغط. يعني مثلا لو هنا انا هنحط ربع معلقه على حسب كميه السبري انا حطاه في الزجاجه، يعني في الزجاجه دي انا بستخدمها انا وبنتي، يعني بصوا هي قد ايه، احنا خلصناها وهعمل واحده تانية. بنحط كميه الكركديه اقل عشان طبعا انتوا عارفين ان الكركديه بيظبط الضغط، فالاطفال ما عندهمش ضغط، يبقى نقلل الكميه او نحاول للاطفال نشيل خالص الكركديه وما نحطوش. ده مع ان هو مش هيأثر ولا اي حاجه، فده نصيحتي ليكم. وانا هسيب لكم اللينك بتاع السبري ده، معلش بنتي بتلعب معاكم في الفيديو ده، لازم تكون موجوده، يعني زي ما انتم شايفين كده هو حضراتكم، هي بصوا الشعر خفيف جدا. في مين كده قبل ما استخدم الوصفه ديت، لاني لاحظت ان في تعليقات ان انا كنت منزله لها صوره وقالوا لها شعرك ما شاء الله تقل، فحبيت ان انا افيدكم بالوصفه ديت وما اخبيش اي معلومات، لان القناه قايمه على المعلومات الصحيحه. هخش في تفاصيل الفيديو عشان ما اطولش عليكم. اهم حاجه نتاكد ان اطفالنا ما عندهمش نقص في الكالسيوم، نقص في فيتامين د، ولو عندهم نقص في فيتامين د كده كده اول سنتين، لو انت طفلك عنده سنه هتدي له فيدرو 4 نقط لمده سنه. لو انت لسه حضرتك بتسمعيني الفيديو ومعاكي طفل ومحدش قالك على فيتامين د فيدروب، طبعا وكلنا عارفين وبناخده من الصيدليات وبناخده من الدكاتره عشان خاطر الكورونا يا كوكي، بس عشان خاطر كورونا طبعا، ان احنا ما بقيناش نقدر نعرض اطفالنا للشمس، وما بقيناش ننزل، وما بقيناش نروح مثلا النوادي ولا الكلام ده كله، فبالتالي اصبح فيتامين ناقص د عننا، لان احنا كنا بنقف في الشمس وبننزل وبنمشي وبنخرج، فبالتالي ما بقاش فيه الكلام ده. كنا بناخد اطفالنا ونطلع نعرضها للشمس، ما بقاش فيه الكلام ده،
فاول طفل عندك طفل عنده سنه، دي معلومه عامه، اديله 4 نقط من فيتامين في دروب، ده عشان نقص فيتامين د عند الاطفال. عنده سنتين بياخد نص قطاره لمده سنه كامله لحد ما بيتم كده، بنوقفه ونشوف الدكتور بيتحللي وبيشوف بيقولك ايه. نرجع بقى لوصفه الشعر الطبيعيه. اول حاجه عندنا هنستخدم زيت الروز ماري علشان يطلع لنا بيبي هير، عشان يطلع شعر في الاماكن الفاضيه. بس يا كوكي، عشان يطلع شعر في الاماكن الفاضيه فهنستخدم زيت الروز ماري، بس ناخد بالنا زيت الروز ماري العضوي مش العطري، لان زيت الروز ماري فيه زيتين، نوع عضوي ونوع عطري. طب لو انا ما لقيتش العضوي متوفر عندي يبقى هجيب العطري، بس هضطر اخففه مع زيت تاني انت بتحبيه، زيت جوجوبا، زيت جوز هند ده، وهستخدمه مرتين في الاسبوع قبل ما اغسل شعر بنتي. هدهن لها شعرها كويس قوي وهدلك شعرها بيه، وبعد كده هغسل شعر بنتي بالشامبو العادي، باندولين، جونسون، اي شامبو انت بتحبيه للاطفال هتغسلي. ده اول خطوه. طب انا طلع لبنتي شعر بيبي هير، طب عايزه الشعر ده بقى يطول عشان يبقى كثيف ويبقى يعني يبقى طول الشعر التاني، طب هنستخدم زيت هو مشهور طبعا، زيت 8 سنتي او سيما في هرديني، وانا كنت عامله عليه ريفيو قبل كده في القناه بتاعتي، بس انا كنت بستخدمه للكبار، لكن فعلا صعقت لما عرفت ان هو ينفع للاطفال من سن سنتين وهو موجود عندي. انا وقفت يعني استخدامه ليا لسبب، لان هو بيطول الشعر حلو جدا، بس انا شعري كان خفيف فقلت لا انا تقل شعري الاول قبل ما اهتم بموضوع الطول، لا انا اهتم بموضوع ان هو يبقى شعرايا نفسها كانت خفيفة، لاني انا في عندي نقص مية جامد في الجسم، فبالتالي شعرايا نفسها خفيفة. وده طبعا يا ريت يا جماعة تحرصوا على شرب المية كويس جدا، لاني انا مهملة جدا في موضوع شرب المية. رحت عالج تساقط شعري، الدكتور قال لي اني انا محتاجة عندي نقص، وصلت جسمي نقص في المية، ان انا عديت المعدل الطبيعي بتاع الجسم 3 لتر، لا انا بقيت محتاجة 9 لتر في اليوم من المية، ودوت صعب جدا حد يشربه عشان اعوض النقص اللي موجود في الجسم. فانا يعني نصيحة ليكم اني محدش ياريت يوصل للنقطة ديت. نرجع تاني لزيت سيما فهرديني، بصوا هي دي لبوة بتاعته، بيجي بالشكل ده، ودي الباركود بتاعه والرقم بتاعه والباركود بتاعه، ده زيت سيما فهرديني الاصلي الهندي. بصوا دي مكوناته كلها حاجات طبيعية، ما فيهاش اي حاجة كيميكالز، عندنا قرفة، عندنا كركديه، عندنا عشبة النيم، عندنا زيت زيتون، عندنا زيت جوز هند، زيت سمسم، يعني عندنا صبار، عندنا في حاجات تانية انا مش عارفاها. فبالتالي هو امن جدا على الاطفال، وده زيت شكله من بره هو بيبقى خفيف كده، هو زي الليسيون، وفي نفس الوقت بصوا هنا في ثقب كده مفتوح، عايزه اقول لكم هو ريحته حلوه جدا جدا جدا. انا شايفين يعني كنت مستخدماه بس وقفته. في نفس الوقت هو حلو جدا، ان انا بصوا بمشي على فروه الراس وبدلك لمده 10 دقائق، وبالتالي ان هو معلش بنتي بتعكسني، انا لازم كنت اشرح الفيديو ده معاها، زي ما انتم شايفين حضراتكم كده بنعمله مرتين. زيت للاطفال من سن سنتين نقدر نستخدمه. يا رب اكون فدتكم بالفيديو دوت، لو عايزين تتقلوا شعر اولادكم، لو عايزين تتقلوا شعر بناتكم من سن سنتين، نستخدم زيت سيمن فيهرديني الهندي الاصلي مع زيت الروز ماري العضوي مش العطري، ولو ما عندناش العضوي نجيب العطري ونخففه بزيت جوز الهند او زيت لوز حلو، او ممكن بس انا مش عارفه ينفع مع زيت زيتون ولا لا، هتاكد من المعلومه دي وهسيبها لكم في صندوق الوصف. اتمنى ان تكون المعلومه دي افادتكم، ضيفه تقيله عليكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، واتمنى ان الفيديو يعجبكم باذن الله. يا ريت تسرعوا ان انتوا تطولوا شعر ولادكم وتتقلوه، لاني لو سرعتي في العلاج هيبقى الموضوع سهل وبسيط. وكل سنه وحضراتكم طيبين، واتمنى فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.